السلام عليكم، معكم اسوسياسيون سوبرانو دار كولتور تالودن. اليوم جيت باش نانفيتيكم للابواب المفتوحه اللي غادي نديروها ان شاء الله يوم 17 نوفمبر بالمركز الاجتماعي التربوي المحيطه، وغيكون هاد الابواب المفتوحه غتكون طوله النهار وغيكون فيها جوج الفقرات من 10 ديال الصباح حتى ل 12. غيكون معرض مصور لمسار الجمعيه زائد معرض للمنتجات اللي نتجتها الجمعيه، ومن 3 حتى 7 العشيه غيكون مجموعه ديال الورشات، من بينها ورشة في الموسيقى الإلكترونية اللي غادي يأطرها السيد صلاح الدين بري، زائد ورشة في الموسيقى اللي غادي يأطرها لكم السيد يونس أخرج والسيد عبد الحنين البري، زائد ورشة ديال الرقص الحضاري اللي غادي يأطرها لكم السيد حسن السيد الحسن يمسفون، واللي كان إن شاء الله أنتريسي يجي ويحضر معنا. وكنتمنى ان شاء الله تحضروا بكثره، لان الهدف ديال الجمعيه ديالنا هو المساعده لاي موهوب واي فنان شاب على صعيد المدينه وتبادلوا ليكسبيريونس، علاش لا. وما تنساوش بان لا جونيس سي سوبرانو، مرحبا بكم عندنا.